السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مرة أخرى على قناتي. إذا كانت هذه أول مرة تشوفوا فيها القناة، ما تنساوش حبيباتي ديروا اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. نروح نشوفوا الوصفة تاع اليوم، هي عبارة عن حلوة الغريبية. بزاف طلبوها لي وحوسوا على السر تاعها باش تخرج لهم طرية، يعني ماشي يابسة كيما اللي تنباع برا. دونك اليوم جبت لكم الحل النهائي تاع حلوة الغريبية. غادي نخدموا حلوة الغريبية بالميكسر، نشوفوا مع بعض طريقة عمل هذه الغريبية. ما تنسوش تكملوا الفيديو للأخير وإن شاء الله تعجبكم الوصفة. دونك نبدو مباشرة. أنا هنايا عندي كيلة نصها سمن ونصها زيت. في بلاصة السمن تقدروا تعوضوها بالزبدة إذا كانت عندك، يعني في بلاصة السمن تقدري تعوضي زبدة، يعني نصها زبدة ونصها زيت. كما هنا أنا خادمة بنص سمن ونص زيت كما راكم تشوفوا. كيلة تاع ليدا، في الكيلة تاع ليدا مندير حوالي، يعني ماشي كيلة، نقص منها زوج تاع الصبعين، يعني موان دو دوا تاع السكر. هنا اللي حبت تستعمل سكر ناعم تاني تقد تستعمله، لكن تستعمل كيلة كاملة. إذا استعملتي هذا السكر العادي يعني نقصي منها دو دوا. دونك هادو زوج نديرهم كما راكم تشوفوا مع بعض ونخلطهم بالميكسر حتى تولي لي على شكل كريمة. دوك أنا نخلطهم ومن بعدها نرجع باش نوريكم كيفاش لازم تكون القوام تاعها. دونك هنا بعد ما ميكسيتهم مليح راكو تشوفوا تولي على شكل كريمه ويدوب لنا هذاك السكر. نروحو نفرغوها في البول تاعنا اللي غادي نخدمو فيها العجينه تاع الغريبيه. كيما راكو تشوفوا الشكل كيفاش لازم يكون، يعني على شكل كريمه. هنا نضيف لهم مغرف ونص تاع لافاني باش تقلع لنا هذيك البنه تاع الزيت ولا تاع السمن. بزاف ناس ما يحبوهاش، دونك كتري لافاني. الا عندك سائله ديري سائله، ولا عندك كيما هكا بودر تقدري تستعملي بودر. دونك حوالي ملعقه قلت ونص تاع لافاني، ملعقه صغيره. وزيد عندنا ملعقه تاع خميره كيميائيه. ونبدا نحط في الكيلات تاع الفرينه. الحاجه الاولى ندير زوج كيلات فقط تاع الفرينه، نخلط العجينه تاعي ومن بعدها عاد نضيف الكيله الثالثه. من جهه اخرى انا كنت مجدة حوالي زوج مغارف كبار تاع جنجلان، حمصتهم مليح في المقله وغادي نضيفهم للعجينه. وهنا اختياريه، هنا تقدري ديري جنجلان كيما في نفس الوقت تقدري ديري كوكاو كيما تحبي، يعني على حسب الرغبه تاعك وعلى حسب واش تحبي نتيا. دونك انا هنا درت فقط زوج مغارف تاع جنجلان كيما قلت لكم حمصتهم. من الاحسن ما تطحنوهمش باش تقعد لنا لاباط يعني نقيه ما تكحلناش. نضيفهم للعجينه ونضيف الكيله الثالثه تاع الفرينه ونلم العجينه. يعني في كيله تاع ليدام عندنا حوالي كيله نقصوا منها زوج تاع صبعين تاع السكر، وعندنا حوالي ملعقه كبيره تاع خميره كيميائيه، ملعقه تاع لافاني، وعندنا زوج مغارف تاع جنجلان كما قلت لكم، وتدي لنا 3 كيلات تاع الفرينه. يعني هذه مقادير مضبوطه، ما لازمش تزيدي فوق هذه. صف الفرينه كل وحده وكيفاش، المهم ايسيي باش ما تكتريش وباش تشوفي العجينه لازم تكون طريه. دوك نشوفوا مع بعض كيفاش لازم تخرج لك العجينه. دونك كما راكم تشوفوا المهم تتحصلي على عجينه تقدي تشكليها في يدك على شكل كويرات. هاد العجينه انا نغطي عليها ونخليها ترتاح. قد ما تخليها ترتاح قد ما تخرج لك مليحه، يعني على حسب الوقت اللي عندك، نص ساعه ساعه، المهم كيما تحبي، المهم خليها ترتاح باش تقدي تشكليها. من بعدها انا هنا شكلتها على شكل كويرات كما راكم تشوفوا، وكل وحده وكيفاش تشكلها. راه كاين هذوك لي مول تاع السيليكون، كاين تاع المعمول، المهم كيما تحبوا. انا بغيت الطريقه التقليديه، انا شكلتهم على شكل كويرات كما راكم تشوفوا. من الفوق غادي نزينهم بهاد شويه تاع القرفه
مطحونه، نحط غير شويه من الفوق. تحبوا ديروا كوكا ولوز، المهم كيما تحبي. انا ندير في الوصفه يعني التقليديه اللي مولف نديروها بالقرفه، دونك نحط هذيك القرفه من الفوق كيما راكم تشوفوا، نكمل كاع الحبات وندخلهم يطيبوا، ومباشره نرجعوا بعد ما يطيبوا لي باش نشوفوا كيفاش خرجت لنا الغريبيه تاعنا. دونك هاي الغريبية تاعنا بعد ما خرجناها من الفرن، راكو تشوفوا كيفاش تجي روعة بزاف وتجي مشقة يعني كيما اللي تنباع برا. يعني وصفة كيما راكو تشوفوا سهلة بزاف، بنينة بزاف، كاع نحبوا هاد الحلويات القديمة يعني التقليدية تاعنا. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، انا نخليها تبرد ونحطها في صحن التقديم باش تشوفوها اكثر. دونك هاي هنا بعد ما بردت لي كيما راكو تشوفوا، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه حبيباتي، وما تنساوش تدعموني يعني في قناتي هذه المتواضعه. بارتاجوا الفيديو مع احبابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي مازال ما درش اشتراك يدير دروك اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. الى اللقاء وصفه اخرى ان شاء الله.